هنرجع دلوقتي ونتابع مع حضراتكم يعني الأخبار التي ستحدث اليوم بمشيئة المولى عز وجل، لأن النهاردة هيتم افتتاح المؤتمر العمالي اللي بتنظمه النقابة العامة للمرافق واللي بينعقد في مدينة شرم الشيخ. كمان من بين الأخبار الهامة النهاردة لكل عشاق المونديال، النهاردة هيكون في مباريات قوية في الدور ربع النهائي من البطولة. منتخب المغرب هيواجه البرتغال، وطبعا بنتمنى التوفيق لمنتخب المغرب لأنه بيمثل الوطن العربي ككل، وكمان فرنسا هتواجه انجلترا، واخبار تانية هنعرفها بالتأكيد من خلال هذا التقرير. بخصوص الأخبار اللي هتحصل النهاردة، فالنهاردة هيتم افتتاح المؤتمر العمالي اللي بتنظمه النقابة العامة للمرافق والمنعقد في مدينة شرم الشيخ بحضور القيادات التنفيذية في محافظة جنوب سيناء وممثلين عن منظمات نقابية عربية ودولية ومجموعة من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر تحت عنوان دور العمال في الحوار المجتمعي وتوفير بيئة عمل آمنة. النهاردة هيتم إجراء غلق جزئي بالتناوب لنفق أحمد عرابي لمدة 15 يوم، والغلق هيبدأ من الساعة 8 الصبح، وهتكون الأعمال على مدار 24 ساعة بدون تعطيل الحركة المرورية. النهاردة ضمن سلسلة روائع القرن العشرين، أوركسترا القاهرة السيمفوني بالتعاون مع سفارة بولندا بالقاهرة هيقدموا حفل بقيادة المايسترو أحمد الصعيدي وبمشاركة عازفة البيانو البولندية ماريولا بيتشوفا الساعة 8 بالليل على المسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، وهيتضمن البرنامج مجموعة من أهم الأعمال الكلاسيكية العالمية اللي أبدعها مؤلفين بولنديين. لعشاء كأس العالم النهارده هيكون في مباريات قوية في إطار دور الثمانية، المباراة الأولى بين منتخب المغرب ومنتخب البرتغال الساعة 5 مساءً، منتخب فرنسا هيواجه منتخب إنجلترا الساعة 9 بالليل.